فائدة رابعة استفدتها من الفقه الإسلامي يعني عموما ومن هذا الكتاب خصوصا أحقية المذاهب الأربعة في رجوع أهل الإسلام إليه. ما هو السبب؟ عندما ذكروا الآن المسائل في العقائد وكيف انقسم أهل السنة وأهل البدعة وما يكفر به الإنسان وما لا يكفر، وجاءوا إلى الفقه الإسلامي وجاءوا إلى السلوكيات وذكروا المستحل والغير مستحل والمخطئ والغير مخطئ والساهي والناسي والجاهل والمكره والمتعمد والغير متعمد، واستقرأوا هذا الكم الهائل من المسائل. لو جاء إنسان قال لا نريد هذه المذاهب وبدأ الآن يجتهد، بماذا سيأتي؟ الأقوال التي في العقائد من العلماء من بدع وكفر ومن العلماء من بدع ولم يكفر. الذي سيجتهد سيجتهد بماذا؟ إن رجح قولا رجحه غيره، رجح غير من سبقه 100 200 300 عالم رجح هذا القول، وأن رجح هذا القول أعداد هائلة رجحت هذا القول. مثال، إذا جاء لمسألة سب النبي صلى الله عليه وسلم والمالكية أفتوا أنه يقتل حدا لا ردة ولا يستتاب وإن كان سهوا، والشافعية قالوا لا يستتاب، فإن تاب قبلت توبته ويترك. في مسألة السحر قال الإمام مالك رحمه الله السحر كله كفر، الإمام الشافعي قال منه ليس بكفر ولا يستوجب قتل من اجتهد بالمسائل التي تدخل في الكيمياء والسيمياء وإلى ما يتبع ذلك. فالذي الآن يريد أن يزيل هذه المذاهب ويبدأ، بماذا سيأتي؟ العلماء جاءوا بالمسائل وأفتوا بحسب ما أدى إليهم اجتهادهم مع التقوى مع الورع، وأقدميتهم وقربهم إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزكية النبي صلى الله عليه وسلم لأزمنتهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ففي كل مسألة ترى المذاهب الأربعة كيف جاءوا بهذه المسألة ونبشوها نبشا تاما. فالذي سيأتي ماذا سيأتي بجديد؟ إلا أن يأتي بخرق المحرمات وترك الواجبات كما نرى الآن على اليوتيوب وعلى شاشات التلفاز وعلى الصحائف، أحلوا الحرام وحرموا الحلال.